لوحدك، عايش معايا ومع الناس بتاعتك ومع المدرس بتاعك ومع زميلك ومع اخوك ومع اختك ومع صاحبك ومع جارك و لو انت حر تعمل اللي انت عايزه في اي وقت وفي اي شكل واي طريقه في مكانك، وزميلك يعمل اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، تبقى غلط. تمام؟ هو القانون محطوط ليه؟ عشان الفيلم ينظمنا. انت في البيت يعني هناخد البيت مثلا كحاجه صغيره كده، نوايا صغيره ونتعمم عليها على ايه؟ على الكل. انت في البيت انت واخواتك ومامتك وباباك وكده، مش ليك سرير معين؟ اوضه مثلا معينه؟ ليك ميعاد مثلا بتنام فيه؟ ليك ميعاد بتصحى فيه؟ ولنا وقت للغدا ولنا وقت للعشاء ولنا وقت للخروج ولنا وقت للفسحه والعمليه ماشيه بنظام؟ ولا انت بتيجي عايز تتغدى دلوقتي بعدين بتيجي عايز تتغدى دلوقتي بعدين انت مش عارف ايه عايز ينام هنا عايز ايه هنا عايز ايه؟ ولا في نظام؟ في نظام في كل حاجه. تمام؟ طالما في نظام في البيت يبقى في نظام في المدرسه، يبقى في نظام في الكوره. عشان كده بنحط قانون. القانون ده عشان لو انت قلت انا هعمل الحاجه دي بمزاجي انا حر، وزميلك ده قال انا هعمل الحاجه دي بمزاجي وانا حر، طب مين اللي يفصل بيننا؟ بقى في قانون. تمام؟ القانون ده بقى مين اللي يطبقه؟ الشرطه. انت ماشي كده، انا ماشي كده عربي، وانا ماشي كده انا حر، انا عايز امشي في الاتجاه ده، وانا حر عايز امشي في الاتجاه ده. لا، احنا بنحط قانون نقول لا، الشارع هنا اتجاه واحد بس. يبقى انت اللي ماشي كده هو اللي ماشي صح، اللي ماشي كده هو اللي ماشي غلط، يبقى انا ابتدي انا اطبق عليه القانون. كده ما بيتعارضش مع الحريه. تمام؟ حر تمشي بس في اطار هذا القانون وفي اطار النقط اللي احنا حاطينها دي. تمام؟ الشرطه نظام جهاز خدمي، الشرطه بتقدم خدمات في كل المجالات. حياتك كده من اول مثلا ما بتكبر عايز تطلع بطاقه. عشان بطاقة تقول أنا فلان أعرف أتحرك بيها وأسافر وأروح وأجي، أو جواز سفر مين اللي بيطلع لك البطاقة؟ الشرطة. جواز سفر لو أنت كبرت وعايز تسافر بره تشتغل أو تسافر أو سياحة أو 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 الشرطة. لو أنا عايز اشتريت عربية وأعمل لها رخصة مين اللي بيعمل لها رخصة؟ الشرطة. لو أنا اشتريت عربية وطلعت رخصة وطلعت بطاقة وماشي في الشارع بقى عايز أقف هنا عايز أمشي هنا عايز أجي كده مين اللي بينظم دي؟ الشرطة. لما بتيجي لا قدر الله حصلت لك مشكله خناقه مثلا انا مع جاري او مع واحد صاحبي او مين اللي بيجيب لي حقي؟ الشرطه. لا قدر الله لو في اي عربيتك اتسرقت مثلا مين؟ ده دور مثلا ضابط المراحل ان هو بيدور عليها لحد ما بيلاقيها وبيسلمها لها. بالمناسبه احنا كنا عاملين معرض امبارح وطلع في العشره مساء مجهودات اسم اول واسم ثاني طنطا، كانوا جايبين تشكيل سيارات